السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة على قناة الأهلي من برنامج جولة سكر. هنتكلم مع حضراتكم طبعا أسبوع فات، وهنتكلم على أبرز الأحداث، أبرز الكواليس، أبرز النتائج. هنتكلم على محمد صلاح وأرقامه ونتائجه. أسبوع رائع جدا لمحمد صلاح، عمل أكتر من حديث لطبعا جورنان ماركا أو جريدة ماركا الأسبانية الشهيرة، اتكلم لمجلة 442. كل ده هيكون موجود معانا. هنتكلم على أرقام محمد صلاح مع ليفربول ومقارناته مع نجوم ليفربول من حيث الأرقام التهديفية في عدد المباريات. نتكلم على محترفين المصريين سواء في الدوريات الأوروبية والعالمية أو في الدوريات طبعا الخليجية. عندنا أكتر من لاعب محترف دلوقتي في أكتر من دوري. هنتكلم على الدوريات، الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني والفرنسي. هنتكلم على أسبوع عيد الميلاد أو أسبوع أعياد الميلاد. عندنا أكتر من مناسبة، يمكن 5 فبراير كان عيد ميلاد نيمار وعيد ميلاد كريستيانو رونالدو. هنتكلم عليهم، هنتكلم على أرقامهم وبطولاتهم وإنجازاتهم مع فرقهم. هنتكلم على فالفيردي مدرب برشلونة اللي أيضا بيصادف أن النهاردة عيد ميلاده. هنتكلم على حاجات كثيرة جدا، هنتكلم على كواليس، هنتكلم على فقرة التوب 10، 10 أحسن 10 أهداف في الجولة الماضية من الدوريات. هنتكلم على الكؤوس، عندنا كأس أسبانيا، المواجهة كانت صعبة جدا ما بين فالنسيا وما بين برشلونة، وبرشلونة بينجح أن هو يصعد للنهائي علشان يلاقي أشبيلية في الدور النهائي، وهتبقى برشلونة. هنتكلم على إزاي هم قريبين من الثلاثية سواء الدوري الأسباني أو الكاس أو الشامبيونز ليج. طبعا بمناسبة الشامبيونز ليج هنتكلم على أهم المباريات اللي موجودة الأسبوع القادم. عندنا مواجهة نارية، عندنا مواجهات يوم الثلاث ويوم الأربع، محمد صلاح هيلعب. عندنا مواجهة يمكن كل الناس هتتفرج وهتركز معاها، هي مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان. هنتكلم بقى إزاي ممكن نيمار وممكن إزاي رونالدو يكون المواجهة ما بينهم، فكر الاثنين مدربين زين الدين زيدان، هل هي هتكون آخر مباراة أو المباراة اللي هتحدد مستقبل طبعا زيدان. معنا يمكن هيكون معنا النهاردة يعني مداخلة من ألمانيا، حاجة جديدة علينا، لكن هنتكلم. احنا بنحاول دايما نكون مميزين، بنحاول دايما ان احنا نبقى مختلفين عن غيرنا. هيكون معنا مداخلة من صحفي ألماني هنتكلم فيه على الدوري الألماني، سواء بايرن ميونخ وموقفه باينز، هل هو هيكمل الموسم القادم. نتكلم على خوكيم لوف، هل ممكن يكون المدير الفني القادم لريال مدريد. واخيرا هنتكلم على محمد صلاح، بقى حديث العالم، هل هينتقل لريال مدريد؟ هل محمد صلاح باقي في ليفربول؟ هل حديثه مع جورنان ماركا ممكن يكون بدايه انتقاله او بدايه فعلا ان في كلام حقيقي عن انتقاله لريال مدريد الموسم القادم؟ كل ده هنعرفه بالتفاصيل ان شاء الله. لكن قبل ما نبدا حلقه جولة سكر نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا بدايه الحلقه وبدايه كواليسنا واخبارنا في الدوريات العالميه والاوروبيه، والبدايه من محمد صلاح. مفيش شك ان محمد صلاح واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في العالم في الفتره الحاليه مع ليفربول ومع منتخب مصر، ان شاء الله يكون اضافه قويه جدا لمنتخبنا في بطوله كاس العالم في روسيا. محمد صلاح عاملين له فقره النهارده بنستعرض فيها كل ارقامه وبنتكلم فيها على الإحصائيات اللي بتخص محمد صلاح. يمكن نبدأ بصحيفة أو جريدة الأهداف الجزائرية، طبعا جريدة جزائرية محمد صلاح كسب استفتاءها كأفضل لاعب عربي. طبعا احنا عارفين ان جريدة الأهداف واحدة من أفضل طبعا الجرايد أو المجلات الرياضية اللي موجودة في الجزائر وفي العالم العربي كله. لما يكون رياض محرز موجود واسلام سليماني موجود، نجوم الدوري الانجليزي، ومحمد صلاح يتالق ويفوز باستفتاء جائزه افضل لاعب في او افضل لاعب عربي، اعتقد ان دي يعني يدل على وجود شفافيه كبيره جدا في الجريده. محمد صلاح نجم، ارقامه اللي بتتكلم عن نفسه واهدافه متالق جدا، احرز 21 هدف في الدوري الانجليزي و هدفين مع تشيلسي قبل كده علشان يتفوق على عدد احمد حسام ميدو ويبقى أكتر لاعب مصري عنده اهداف في الدوري الانجليزي. محمد صلاح يعني هنتكلم سريعا على ارقامه، هنتكلم على الصحف، طبعا عندنا أكتر من صحيفه موجوده في انجلترا اتكلمت على محمد صلاح،
محمد صلاح يعني صحيفة ممكن ناخد الجارديان قالت محمد صلاح ظهر بمستوى رائع وافتتح التسجيل مبكرا، ده بيتكلموا على ماتش توتنهام، وأنهى اللقاء بهدف فردي عظيم، لكن كل هذا لم ينل حقه بسبب ركلة الجزاء المثيرة للجدل. وطبعا اتكلموا على ركلة الجزاء اللي هنتكلم عليها باستفاضة لما نيجي للدوري الإنجليزي ويجي وقت مباراة ليفربول وتوتنهام. صحيفة اندبندنت اتكلمت وقالت أين سيكون ليفربول بدون محمد صلاح. الهدف الأول جاء له على طبق من ذهب، لكن الثاني كان إثبات على حضوره القوي وقدرته الكبيرة عندما تعلق الأمر بغريزة تسجيل الأهداف. نتكلم على صحيفة ميرور قالت في كل تاريخ ليفربول لم يكن هناك لاعب أسرع وصولاً للهدف رقم 20 من محمد صلاح. لكم أن تتخيلوا أن مايكل أوين الذي أطلق عليه أفضل مهاجم في إنجلترا لم يسجل 20 هدف أو 21 هدف. بنتكلم على بعد مباراة طبعا توتنهام وأهدافه، جاب 21 هدف مع ليفربول. محمد صلاح ساهم ب 27 هدف في 18 مباراة مع ليفربول، سجل 21 وصنع 6. محمد صلاح أفضل محترف في تاريخ مصر من حيث الأهداف، سجل 97 هدف، ومحمد صلاح الهداف التاريخي للمصريين ب 23 هدف. محمد صلاح يمكن جايبين لكم هدفين ليه في مباراة توتنهام اللي أحرزهم، المباراة انتهت 2-2 من زاوية الجمهور، ده زاوية خاصة معانا، والزاوية الثانية من كاميرا موقع ليفربول الرسمي، كان ليهم يعني زاوية حبوا ان هم يشاركوا بيها جمهور ليفربول، وعارفين طبعا ان السوشيال ميديا المصري ومحمد صلاح الفيديو ده هينال الكثير من الاعجاب للمشاركين في السوشيال ميديا وبالذات المصريين. فتعالوا نشوف هدفين محمد صلاح في دوري الانجليزي امام توتنهام من كاميرا ليفربول دوت كوم ومن زاويه احد المشجعين لفريق ليفربول. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. محمد صلاح بعد الهدفين وبعد مباراته اللي تألق فيها أمام توتنهام كان محل أنظار الكثير من الصحافة العالمية، أكثر من جريدة أكثر من موقع بدأ يعمل محاوراته مع محمد صلاح، وأشهرهم الأسبوع الماضي مجلة 442 طبعا الإنجليزية واللي عملت معه حوار وهيبقى معنا الحوار. لكن الغلاف كان حاجة بصراحة تشرف أن محمد صلاح لاعب مصري بيعكس طبعا يعني صورة وجهة مشرفة للمصريين خارج مصر وفي الدوري الإنجليزي، عمل أرقام زي ما قلنا لحضراتكم. ومجلة ماركا طبعا أسبانية قلنا اتكلم معهم عمل حديث مطول وكان لقبوه بكريستيانو رونالدو الشرق. محمد صلاح لما يكون لاعب مصري بيلعب في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح سبب من الكتير إن هم النجوم المصرية اللي تكون موجودة في الدوري الإنجليزي، واللي إن شاء الله تكون سبب في وجود أكتر من نجم في الدوري الإنجليزي. لو شفنا الغلافين للمجلة هنلاقي إن مجلة ماركا الأسبانية أو مجلة وورد سوكر المجلة العالمية للكرة العالمية حتى محمد صلاح في الغلاف للصحيفة بتاعتها، ده يعني ده شرف لينا كمصريين وإنجاز لمحمد صلاح. محمد صلاح تعب كتير جدا علشان يوصل للي وصل ليه حاليا. دي مجلة وورد سوكر أمام حضراتكم، المجلة العالمية اللي محطوط فيها محمد صلاح كصفحة أولى. يعني أكيد وورد سوكر، وده يدل طبعا على اسم برنامجنا وورد سوكر، فكان لازم إن احنا نعرض مع حضراتكم صورة الغلاف. أكيد مجلة 442 واللي مش بس اكتفت بوجود محمد صلاح في غلاف المجلة زي طبعا ما هيظهر امام حضراتكم على الشاشه، محمد صلاح ملقبينه بالكينج، يعني في اغنيه اتغنت لمحمد صلاح في ملاعب الانفيلد سموه كينج اوف ايجيبت، وباين في غلاف المجله ان هم حاطين لي ملك تاج على راسه، وده يدل على ان هو صلاح ده كينج اوف ايجيبت. وكمان المجله ما اكتفتش فقط ب
حوار مكتوب وصورة عليه على الغلاف، لكن عملت معاه حوار، والحوار ده هيكون موجود معانا لكل مشاهدينا. هنسمع ونشوف ازاي محمد صلاح رد على أسئلة الصحفيين أو أسئلة المحاور من جريدة 442 وازاي جاوب عليها. كل ده هنشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم مسيرة محمد صلاح مع ليفربول والدوري الإنجليزي. But you know, I leave it for the fans to say that. But you know, I'm happy scoring the goal with the club, and that's for me the most important thing. I said that before. We always try to push ourselves to win something for us, for the fans, for the club. So that's our target. I love the club since I was young, and in the past I would love to come here one day. So when I get a chance, I take the decision direct to come here. He's a very nice guy. He always tries to make everyone happy in the team, and everyone give 100% from what he had. So he's always motivated, and he always try to help the player to improve themselves. Coutinho is a great man and great player. You know, he always give 100%, and everyone saw that for 5 years. He's a fantastic player. I wish him all the best in his new club. And yeah, it's a little bit. We always try to give 100%. Coutinho is there, Salah is there, or no? It's always try to focus and score more goals with the team. That's the most important. Both are top players, you know. And also the other Ox and Hendo, everyone play, you know, close to my position. They are fantastic. They play good football, and we know each other in the training, in the game. So they make it easy for me. We make it easier to each other, you know. They are great, so we are happy together. Then we want to improve. We want everyone to give 100%. That's our football. Everyone looks arrogant, but yeah. Yeah, but come on. I know I'm good. You know, I was in Rome, I was comfortable there. I had 2 great seasons, I was happy. So I always try to take another chance, you know, put myself under pressure to. I didn't play here for when I was like 3 years ago. Came back, since day first, I said it to everyone. I came here to show my football. So I think I'm doing well. كان حديث محمد صلاح لمجلة 442 اللي أكيد شفناه وسمعناه مع حضراتكم. لسه مكملين مع محمد صلاح وأرقامه ومواقفه. محمد صلاح دايما بيكون ليه مواقف مع الأطفال والولاد الصغيرين. كان طبعا قصة الولد الصغير أو الولد اللي كان موجود في أسوان، وكان مشجع لمحمد صلاح. محمد صلاح بعت له التيشيرت الخاصة بيه كمان في إنجلترا لما ولد صغير. علق يافطة أو كتب يافطة مكتوب عليها محمد صلاح أنا عايز التيشيرت بتاعتك. بعد المباراة ما انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام، توجه محمد صلاح للطفل المشجع مع مامته وأهداه التيشيرت الخاصة بيه. تصريحات الولد بعد المباراة كانت جميلة جدا. قال أنا ما فقدتش الأمل خالص، أو ما فقدتش الأمل طوال المباراة إن أنا أرفع اللافتة وأطلب من محمد صلاح التيشيرت. وبالفعل محمد صلاح استجاب، وفي نهاية المباراة راح محمد صلاح في وسط طبعا فرحه كبيره جدا من الجمهور بالولد ومحمد صلاح وموقفه تجاه الولد الصغير. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. محمد صلاح نجم من اكيد نجوم مصريه كبيره جدا، لكن هو اللي معلم في ذاكره الانجليز لحد دلوقتي. طبعا اغاني موجوده ليه وحب الناس، وتعب في اللي هو وصل له، يعني تعب في اللي هو وصل له بشكل كبير. لكن قبل ما نختم فقره محمد صلاح معانا حوار مهم جدا جدا. استاذ محسن لنوم رئيس تحرير البرنامج كان سجل مع مايكل اوين اسطوره انجلترا واسطوره ليفربول واحسن لاعب في العالم، كان اتكلم معاه على محمد صلاح وعلى أرقامه وعلى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول. هنروح نسمع ونشوف مايكل أوين قال إيه مع أستاذ محسن لمنون،
نرجع نكمل مع حضرتك. Well, Egyptian football is obviously having a good period of time at the moment. I think, in particular, you know, Salah is obviously a team that I watch and admire a lot in Liverpool. And I think, of course, he possibly didn't do so well. يعني أبرز تصريح أو أبرز التصريحات اللي قال عليها مايكل أوين، قال الكرة المصرية بتعيش أفضل حالتها وتأهلها للمونديال ليس من فراغ. تكلم على ان يعود الفضل فيها التاهل للمونديال للمتالق المصري محمد صلاح، وقال طبعا ان هو ما يعرفش اسماء لاعبين لكن محمد صلاح هو البطل الحقيقي للمنتخب الوطني، وتكلم على انه من اشد المعجبين بمحمد صلاح لانه يملك السرعه والمهاره، ورغم تدني الكره الايطاليه الا ان محمد صلاح عرف انه يطور من ادائه في تجربته سواء مع فيورنتينا او مع روما. ومايكل أوين توقع أن محمد صلاح يتخطى 20 هدف في البريمير ليج، وده فعلا اللي حدث. الحوار ده حصل يمكن من شهر أو من شهرين، فتوقع أن هو يتخطى رقم 20 مع ليفربول، وبالتالي حصل أنه وصل عدد أهداف محمد صلاح إلى وقتنا هذا قبل المباراة القادمة لليفربول في الدوري الإنجليزي لرقم 21 هدف، اللي توقعه مايكل أوين طلع صح. وأخيرا قال أن العبرة ليست فقط بتسجيل الأهداف لكن قيمة صلاح في الفرص اللي بيخلقها لنفسه ولزمايله وبيسهل المهمة ليه وليهم. ده كان حوار مايكل أوين، أكيد لسه مستمرين مع حضراتكم. لكن قبل ما نروح للحوار التاني مع الأستاذ محسن لميوم ومع مارسيل ديسايه الأسطورة الفرنسية الحاصل مع منتخب فرنسا على بطولة كأس العالم، نروح ونشوف أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، 21 هدف، هنستمتع بيهم ونشوفهم ونرجع نكمل مع حضرتك. صلاح يقدر أنه يتخطى هاري كين ويقدر أنه يبقى هداف الدوري الإنجليزي. لسه مكملين مع محمد صلاح، وآخر فقرة موجودة معنا عن محمد صلاح هي مارسيل ديسايه. مارسيل ديسايه سجل أيضا مع الأستاذ محسن لملوم، واتكلم على منتخب مصر بصفة عامة، اتكلم على محمد صلاح، اتكلم على الكرة المصرية ازاي هو شايف تأهل منتخب مصر لكأس العالم. تعالوا نسمع مارسيل ديسايه قال ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. The same thing with coaching. We're talking about football, so when you coach in North Africa or Arabic country or whatever in the world, it's the same job anywhere in the world. What's your expectation for France in the World Cup? Well, we're expecting them to play as good as they have done during the Euros, because they have now extra top players to be able to win. Tell us about your opinion of Mohamed Salah in the previous games. Yeah, he's been doing well. We were scared about his performance because when he came at Chelsea, he was not that ready. So you can see that he has, gotten better skills, better ability in front of the goal. So I'm very pleased to see him now at the highest level. Tell us about your information about Egyptian football. I don't have a big Egyptian culture. I know that the Egyptians have good football, great fans. Do you know any players? Not really. I know the commitment is staff. Apart from Salah, we don't have many names, but I'm sure collectively the national team is good. After Egypt qualified to World Cup, what is your expectation for Egypt and Russia? I was expecting Ghana to qualify. In Russia, Egypt, not Ghana. I know, but they were in the same group as Ghana. Yes, sir. You don't remember? Do you remember? Yeah, I do. I remember. So I was expecting Ghana to qualify, but Egypt is much better. I've been able to go through, so we hope they will represent Africa very well. They lost the semi-final, they lost the final of the African Cup of Nations against Cameroon. Egypt, Ghana qualify in Brazil, but Egypt qualify in Russia. You see, only one in the group was going through, so they changed the setup, so it's good. Finally, what do you see for your friends in Egypt? What do I say for my friends in Egypt? So it's football, let's have a huge commitment, let's bring and keep Africa proud of our ability and our capacity, because Egypt can do very good during this World Cup, so I cross my finger.
مارسيل ديساي واحد من نجوم فرنسا زي ما قلت لكم قبل ما نسمع ونشوف الحوار، فنلخص لحضراتكم اهم تصريحات مارسيل ديساي في حواره مع الاستاذ محسن لملوم. مارسيل ديساي قال ان مصر احد القوى الكرويه في افريقيا وهي صاحبه الصيت العالمي. التاهل للمونديال عن جداره واستحقاق، عرف طبعا يخطف بطاقه التاهل رغم الصعوبات. لاعبي مصر اكتسبوا خبرات كبيره خاصه المحترفين محمد صلاح ورفاقه، لذلك ننتظر منهم الكثير في روسيا. كنت احد المدعوين لمشاهده مباراه نهائي افريقيا الجابون 2017 مصر والكاميرون، وهي مباراه قويه رغم هزيمه مصر لكنها قدمت الشوط اول بشكل رائع ومثالي. صلاح فرض نفسه على الجميع ودوره مؤثر في ليفربول والبريمير ليج والشامبيونز ليج. صلاح في تشيلسي لم يكن مستعدا بشكل جيد لكنه الان اكثر نضجا. اكيد يعني محمد صلاح يعني وصل لقمه مستواه مع ليفربول، مع تشيلسي ما كانش لسه مستعد بشكل كامل يعني بشكل كامل وتام زي ما ديساي قال، لكن فرصته جت مع ليفربول مرورا بفيورنتينا وروما واخيرا ليفربول. هل محمد صلاح هينتقل فعلا لريال مدريد ولا لا؟ اتمنى ذلك كمصريين. اعتقد هيكون حدث مهم جدا ان محمد صلاح لو انتقل فعلا لريال مدريد هيكون احسن الاخبار الكرويه اللي سمعناها طوال حياتنا، ونكون او انا يعني بصفه شخصيه اكون واحد من الناس اللي هتكون فرحانه ان هي عصرت انتقال محمد صلاح لريال مدريد. كده يكون خلصنا فقره محمد صلاح في اولى فقره المحترفين المصريين في الخارج. نروح للنني، لسه مكملين مع الدوري الانجليزي، والنني ليه موقف طريف جدا مع محمد صلاح على تويتر جمع ما بين النني ومحمد صلاح في الاستفتاء. كلنا عارفين كمصريين ان محمد صلاح اي جايزه بيكون فيها استفتاء بيكسب وباكتساح، لكن النني حب ان هو يخش بطريقه اندايركت او بطريقه غير مباشره على تويتر ويعمل ريتويت لصوره على طبعا موقع او تويتر الخاص بنادي ارسنال، ويتكلم يقول ان شرف ليا وجودي ضمن المرشحين في جائزه افضل لاعب في الشهر. فمحمد صلاح دخل وهزر معاه وكتب له قال له طب ما تقول صوتولي من غير لف ودوران، كلنا كده كده المصريين بيفهموها بسرعه. يعني بعديها كل الناس توجهت على موقع ليفربول الرسمي فعلا، لكن طبعا هي كانت هزار لكن هم قلبوها. يعني محمد صلاح اخذها عمل لها طبعا ريبلاي لمحمد النني ورد عليه، فبالتالي سمعت في السوشيال ميديا المصري كله وكل المصريين بسم الله ما شاء الله ما توصوش ودخلوا على موقع ارسنال الرسمي وبداوا ان هم يصوتوا بالفعل لمحمد النني اللي فعلا فاز بجائزه افضل لاعب في الشهر مع نادي ارسنال. كان ابرز الاسماء اللي موجوده مع محمد النني مسعود اوزيل. فواضح جدا ان المصريين بسم الله ما شاء الله ما فيش جايزه اي لاعب مصري بيخش فيها بيكون محتاجه استفتاء غير لما بيعملوا الواجب مع لاعبتنا سواء محمد صلاح او النني وغيره وغيره مع من اللعيبه المحترفين في الخارج. محمد النني ما شاركش في اخر مباراه لارسنال امام ايفرتون لكن كان موجود على مقاعد البدلاء. النني عندهم مباراه صعبه جدا في الاسبوع القادم امام توتنهام الانجليزي. توتنهام تعادل مع ليفربول في اخر مباراه، وتوتنهام ايضا من الفرق اللي هيكون عندها مباراه مهمه جدا في الشامبيونز ليج امام يوفنتوس. لسه مكملين مع المحترفين المصريين وبنتكلم على احمد حجازي وتسجيله هدف اول لفريق ويست بروميتش في المباراه اللي انتهت بخساره ويست بروميتش 3-2 من ساوثهامبتون. احمد حجازي بدا التسجيل لفريق ويست بروميتش في اولى اهدافه عن طريق ركله ركنيه، لكن للاسف ويست بروميتش ما كسبش او ما قدرش ان هو حتى يتعادل، خسر نقاط المباراه الثلاثه ويفرط في فوز لساوثهامبتون. علي جبر لسه ما شاركش، لسه مش موجود ولا حتى على مقاعد البدلاء. اكيد هنستعرض مع حضراتكم واحنا بنتكلم على احمد حجازي هدفه مع فريق ويست بروميتش على ساوثهامبتون. اكيد احمد حجازي هيبقى قوه كبيره جدا مع علي جبر في منتخب مصر ان شاء الله في كاس العالم في روسيا. اكيد احمد حجازي بنتكلم على لعيب عنده خبرات عالميه، احترف قبل كده في فيورنتينا، احترف مش اول مره يلعب في الدوريات الاوروبيه. مدرب ويست بروميتش من المدربين اللي بتهتم بالمدافعين اصحاب ضربات الراس المميزين، يعني هو بيحب ينقي اللعيبه المميزه في ضربات الراس، فكان اختياره على احمد حجازي. وبعد طبعا اختياره لعلي جبر وتزكيه احمد حجازي ليه علي جبر انه واحد من اهم المدافعين او اقوى المدافعين الموجودين في الدوري المصري، تعاقده مع علي جبر بالاعاره لنهايه الموسم مع احقيه الشراء
في بداية الموسم، وده يدل على يمكن أنا بفسرها إن بما أنهم تعاقدوا مع علي جاب ممكن أحمد حجازي بشكل كبير جدا ينتقل لنادي آخر في الدوري الإنجليزي، خصوصا إن فريق ويست بروميتش قريب جدا من منطقة الهبوط، وبالتالي لو هبط فريق ويست بروميتش ما أعتقدش إن هو هيخلي لعيبة أو هيخلي نجوم موجودة معاه. بكلم نجوم ولعيبة ليه؟ عشان أحمد حجازي تم الشراء من النادي الأهلي بمبلغ 5 مليون يورو، فرقم كبير جدا، فلازم النادي يكسب منه لو هبط لدوري القسم الثاني. لسه مكملين مع محترفين المصريين في الدوري الإنجليزي. رمضان صبحي طبعا ما شاركش في مباراته الأخيرة مع فريق ساك سيتي في الدوري الإنجليزي، لكن شارك في مباراة الريزيرف تيم أو السكند تيم لفريق ساك سيتي، وقدر أنه يحرز هدف أعتقد في ميدلزبرو، والمباراة انتهت. رمضان شارك في المباراة بالكامل، أكيد لما رمضان مش بيشارك في مباراة أعتقد أنه هو بيحب أن اللاعب نفسه يزود عشان اللياقة البدنية. احنا عارفين أن اللياقة البدنية للمباريات الرسمية بيكون غير الودية غير التمرينات، الحمل أو التركيز اللي بيكون عند اللاعب في مباراة رسمية. ده هدف رمضان صبحي اللي أحرزه في ميدلزبرو، واضح جدا أن رمضان يعني ماشي بشكل كويس، سواء مع ماشي بشكل كويس بتكلم في التدريبات، بتكلم في استعداد يعني الاستعداد النفسي، بتكلم على أن هو بالرغم من أنه مش بيلعب، أنه مش بيشتكي من قلة لعبه، مش بيتكلم في الصحافة الإنجليزية، مش بيتكلم حتى في الصحافة المصرية، مش بنسمع له تصريح. وده الطريق الصحيح اللي لو أي محترف مصري عايز ينجح في مسيرته الاحترافية لازم يبقى ماشي في التراك ده. إيه هو التراك؟ بنتكلم على عدم كلام كتير في الصحافة عمال على بطال، لكن الصحافة حق عليك أن أنت، الصحافة والتلفزيون ليهم حق عليك أن أنت تتكلم وتقول طبعا تصريحاتك وتتكلم على اخبارك، لكن مش عمال على بطال. ان انت بتلعب او مش بتلعب لازم تلتزم بالصمت وتركز، بتلعب خلاص الموضوع يفضل مكمل عليه، مش بتلعب تركز اكتر وتتمرن اكتر، ان شاء الله ربنا هيديلك. واخيرا طبعا ان هو بيشارك في السكند تيم او مع مباراه ساك سيتي وميدلزبرو في السكند تيم او في دوري الرديف، وبينجح ان هو يجيب هدف. فرمضان ان شاء الله نتمنى له التوفيق خلال الموسم الحالي مع ساك سيتي، والموسم القادم ان شاء الله يكون ليه وجود اقوى واكبر مع فريق. نروح للاعبتنا المحترفين في الدوريات الأوروبية، لكن خلاص خلصنا الدوري الإنجليزي وننتقل إلى تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق ولاعب الدوري التركي الحالي يعني بينجح أنه هو يجيب هدفين في آخر مباراة لي مع فريقه، كمان غير أنه هو نجح أنه هو يعني يحرز هدفين، بينجح أنه هو يكون من أفضل 25 لاعب في الدوري التركي. مفيش شك ان هو واحد من افضل اللاعبين. عجبني اصرار تريزيجيه وحماسه ان هو يفضل موجود في اوروبا بعد انتقاله لفريق اندرلخت البلجيكي. ما كانش ليه توفيق معاه، ما قدرش ان هو يحقق اللي تريزيجيه عايزه، وبعد ما يعني حس ان هو مش دي طموحاته واحلامه اللي ممكن يحققها مع فريق اندرلخت، حب ان هو ينتقل للدوري التركي مع تجربه تانية مع فريق ممكن نقول ان هو مش زي اندرلخت بلجيكا. اندرلخت هو الفريق البطل في بلجيكا، لكن فريق تريزيجيه فريق ممكن نقول ان هو في منتصف الجدول. وانتم عارفين ان دايما كل ما الفريق بيبعد عن منطقه المقدمه، كل ما يكون ان هو مش متصدر في فريقه، كل ما الاعباء والاتعاب بتكون اكتر على النجم او اللاعب واللاعب اللي بيكون موجود معاه. فتريزيجيه واحد من اكثر اللاعبين اللي عندهم اصرار وعزيمه وحماس ان هم يكونوا موجودين في الدوريات الاوروبيه والعالميه، واعتقد ان العروض زي ما بنسمع بتنهال على تريزيجيه. لكن هو اتكلم وصرح قال ان انا مش هقرر ولا هقول اي حاجه ليها علاقه بانتقالي من الدوري التركي او حتى انتقالي في الدوري التركي بس النادي اكبر شويه غير بعد كاس العالم. هو بيفكر صح جدا ان انت لما يكون عندك تجربه زي كاس العالم ممكن ان انت تعرض نفسك كمان مش بس على اوروبا، لا ده على العالم كله وعلى اكبر الانديه، ممكن يكون ليك وجود اكبر. سواء ممكن ترجع، ممكن تبقى موجود في الدوري الانجليزي، ممكن تبقى موجود في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني. فانا شايف ان تريزيجيه مركز في الثلاث دوريات دول، ان هو لو جاله حاجه ما اعتقدش ان هو هيستنى فيهم ثانيه، ان شاء الله يتوكل على الله ويتم التعاقد معاه. واحنا شايفين احرز هدفين في اخر مباراه ليه مع فريقه، فاز بجائزه افضل 25 لاعب في الدوري التركي، وبالتالي ماشي في خطى صحيحه وثابته. نتمنى له التوفيق محمود حسن تريزيجيه. احمد حسن كوكا بيشارك مع فريقه في مباراته الاخيره، لكن فريقه بيخسر. وطبعا سبورتنج براغا هو نادي احمد حسن كوكا،
اللي بيلعب ليه في البرتغال، كان عنده اصابه او كان عنده اجهاد من مباراتين، كان عنده عائقات في العضله الضمه وما شاركش في المباراه قبل الاخيره، لكن المباراه اللي فاتت شارك فيها او كان موجود على مقاعد البدلاء، والمباراه الاخيره خلال الاسبوع ده شارك وفريقه خسر في الدوري البرتغالي. لسه مكملين مع حضراتكم وبنتكلم على اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج، وبنتكلم على عمرو ورده. عمرو ورده لعب 90 دقيقه مع فريقه لكن التعادل الايجابي انتهى 1-1. عمرو ورده اكيد واحد من النجوم المصريين اللي في الخارج اللي بيشرفوا مصر واللي متالقين في الدوري اليوناني. يعني عندنا ايضا يعني الجباس، عندنا كريم حافظ، عندنا اللعيبه يعني اللعيبه المحترفه في الدوريات الخليجيه. لكن هنتكلم يعني على، انا شايف ان هو واحد من اللاعبين اللي عملوا طفره كبيره جدا في الدوري الاماراتي. لكن قبل ما نروح للدوري الاماراتي نتكلم على حسين الشحات، واكيد ان هو واحد من اللعيبه الناجحين جدا جدا في الدوري. اقولكم على دودو الجباس، دودو الجباس ان هو شارك او 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 غاب عن قائمه الفريق، ان هو طبعا كان موهوب، كان واخد عدد من الانذارات، فبالتالي منعته على انه يشارك مع فريقه اللي كسب، اللي طبعا خسر من ويست لوب نتيجه كبيره جدا. لكن ليوس لسه موجود في الدوري البلجيكي في المركز الثاني، وقريب ان هو ان شاء الله يصعد للدوري الممتاز. كريم حافظ ايضا غاب عن قائمه فريقه مع لونس الفرنسي اللي بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه الفرنسي، وتعادل مع فريق لوريان 1-1. اما موقف فريقه فهو في المركز ال16، ده بالنسبة للمحترفين في الدوريات الأوروبية. نروح للعيبة المحترفة في الدوريات الخليجية، بنتكلم على حسين الشحات المتألق جدا مع فريق العين الإماراتي، اللي بينجح في آخر مباراة إن هو يجيب هدف أمام فريق الإمارات. العين كان بيلعب فريق الإمارات ونجح حسين الشحات بعد مرور دقيقتين ونص تقريبا إن هو يحرز الهدف الأول لفريقه. وزي ما احنا شايفين طبعا لافتات لحسين الشحات، يعني هي باينة، الشحات صانع المتعة والإبداع وغيرها من الكلام الإيجابي في حق حسين الشحات، واحد من اللعيبة المتألقة اللي كان قريب جدا من أنه ينتقل للنادي الأهلي، لكن الظروف وضعته في الدوري الإماراتي. أكيد يافطة كبيرة جدا للاعب المتألق حسين الشحات، وأعتقد أن لاعب بحجم الزبير بيه اللي كان موجود في الاستديوهات التحليليه للدوري الاماراتي اتكلم وقال ان انا بناشد مستر هيكتور كوبر انه يضم حسين الشحات لقائمه منتخب مصر. فاعتقد ان حسين الشحات بعد تألقه ده هدفه اللي جابه في فريق الامارات الاماراتي، بعد طبعا مرور دقيقتين نجح انه يجيب الهدف الاول. وقلنا ان ان انه إن اكيد بعد تألقه وكمان احرازه هاتريك في اخر مباراه ليه مع فريق العين، ده بيضع فرص او بيعمل له فرص كبيره جدا مع منتخب مصر. واكيد حلم اي لاعب ان هو يشارك مع منتخب بلده، مش بس كمان اي مشاركه، لا دي مشاركه في كاس العالم اللي غايبين عنها حوالي بقالنا دلوقتي 28 سنه عن منصات العالميه. وطبعا مستر هيكتور كوبر نجح مع الكتيبة المصرية المتواجدة مع محمد صلاح مني وغيره وغيره ان هو يصعد لكأس العالم. فنتمنى ان شاء الله ان مش بس حسين الشحات، ان اي لاعب من لاعبينا سواء محترفين في دوريات عالمية او اوروبية او في دوريات خليجية او في الدوري المصري، ان هم يكونوا متواجدين مع مستر هيكتور كوبر. مؤمن زكريا مع فريق اهلي جدة بيتعادل 0-0 مع اتحاد جدة. طبعا مؤمن لعب 68 دقيقة و تم استبداله فريق اهلي جده في المركز الثاني. عصام الحضري وعماد متعب فريق التعاون السعودي خسروا من الفيصلي 1-0. كابتن عصام شارك في المباراه كامله، اما الكابتن عماد متعب شارك في 77 دقيقه وخرج. التعاون طبعا موجود في المركز السادس. اما حسين السيد واحمد الشيخ في فريق الاتفاق السعودي، كان مباراتهم امام الفتح والاتفاق كسب 2-1. أحمد الشيخ شارك في المباراة كاملة وسجل هدف، أما حسين السيد أيضا شارك في المباراة كاملة وفي المركز ال11. محمد عبد الشافي بيلعب في فريق الفتح اللي كان بيلاعب حسين السيد وأحمد الشيخ في مباراة الاتفاق والفتح، شارك في المباراة كاملة لكن خسروا من الاتفاق 2-1. فريق الفتح موجود في المركز التاسع. اما شيكابالا في فريق الرائد اتعادل 0-0 مع فريق الشباب، وشيكابالا شارك في المباراه كامله.
وفريق رائد في المركز ال 13 عمرو بركات لاعب فريق الشباب السعودي، تعادلوا مع فريق الرائد اللي هو فريق شيكابالا، وعمرو بركات شارك في 65 دقيقه من عمر المباراه. فريق الشباب موجود في المركز السابع. اما صالح جمعه لاعب الاهلي المعار للفيصلي السعودي شارك في المباراه وكسبه فريق التعاون اللي هو الفريق اللي بيلعب له عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي اللي هنقول برضو ان هو غاب عن قائمه الفريق، وصالح جمعه لعب في 89 دقيقه من المباراه، وفريق الفيصلي موجود في المركز الرابع. مصطفى فتحي بيغيب عن مباراته امام الفيصلي، مؤمن زكريا طبعا شارك في مباراه امس امام القادسيه وفاز الاهلي 2-1 وشارك مؤمن في المباراه كامله، ودي يمكن ابرز الاحداث وابرز الكواليس وابرز الارقام اللي كانت موجوده عن محترفين المصريين سواء في اوروبا او في الدوريات الخليجيه. اكيد كانت لازم نكون تغطيه موجوده في الاول مع حضراتكم نتكلم فيها على لاعبتنا دول امل مصر ان شاء الله مع اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري في كاس العالم في روسيا. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليهم. كل اسبوع هيبقى معانا اللعيبه المحترفين المصريين هنتكلم على ابرز الاحداث وابرز الاخبار، ولو في كواليس اكيد هنعرضها على حضراتكم. قبل بقى ما ننتقل الى الدوريات العالميه والشامبيونز ليج والحاجات اللي حضراتكم بتحبوها هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في برنامج وقت ساكر، واتكلمنا على المحترفين المصريين، لكن دلوقتي جه وقت الكره العالميه والكلام على الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج توقفت اكتر من شهرين، وده بالنسبه لنا لينا كمشجعين كره قدم بنبقى يعني فتره مش بنحبها، فتره توقف الشامبيونز ليج اللي بتبقى ما بين مرحله المجموعات لدور 16 بتبقى مرحله ممله جدا واللي بتنتهي وكلنا بنكون مترقبين الماتشات القويه بتاعتها. عندنا الاسبوع ده اربع مباريات، مباريات يوم الثلاث ومباريات يوم الاربع. يوم الثلاث مواجهتين يعني في غايه في القوه، مباراه يوفنتوس وتوتنهام، يعني اكيد بنتكلم على بطل الدوري الانجليزي وبنتكلم على واحد بطل الدوري الايطالي اسف، وبنتكلم على واحد من اهم الانديه اللي موجوده في انجلترا توتنهام اللي بيحرج الكبار دايما وبيحقق الفوز عليهم، صعب جدا تكسبه على ملعبه. اما المباراه الثانيه مباراه يمكن اكيد قويه لكن هتقل شويه في القوه من حيث وجود فريق زي مانشستر سيتي بيلاعب فريق بازل. مان سيتي احنا بنتكلم قدامنا على الورق ان مان سيتي اكيد اقوى، اكيد ان هو سواء بيلعب في سويسرا او سواء بيلعب في انجلترا المواجهه ممكن تكون محسومه من دلوقتي. ممكن نقول ان مانشستر سيتي هو الاقرب للفوز. بيب جوارديولا بيحقق ارقام قياسيه، بيحقق مستويات عاليه جدا. بيب جوارديولا واحد من أنجح المدربين اللي موجودين على الساحة الرياضية في آخر سنوات في عالم كرة القدم. يوم الأربع في مباراة أكيد أو مباراتين كلنا مترقبين المباراتين دول، واحدة منهم بتضم نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة بورتو وليفربول. مباراة مهمة جدا، ليفربول أكيد هيتأثر بغياب كوتينيو وذهابه إلى برشلونة، لكن بوجود محمد صلاح وفيرمينيو وماني ولعيبه كثيره جدا مع قياده فنيه على اعلى مستوى خارج الخطوط ليوجن كلوب، اكيد ان شاء الله ليفربول يقدر ان هو يحسم المباراه في البرتغال وفي انجلترا. لكن اكيد واحنا بنتكلم على مباراه بحجم باريس سان جيرمان وريال مدريد وبنتكلم على الشامبيونز ليج لازم ناخد راي واحد من اهم المحللين، واحد اهم النجوم اللي كانت موجوده مع منتخب مصر والدوري الهولندي، كابتن هيثم فاروق. برحب بحضرتك. السلام عليكم عمر، والف مبروك على البرنامج. برنامج جوه بشكل متابعه وحاجه جميله جدا، والاستاذ محسن نمدون برضه عامل شغل عالي جدا، وانت عارف رايي فيك من زمان يعني.
كابتن هيثم، يعني بتشرف طبعا بوجود حضرتك، وحضرتك اكيد مثل اعلى لينا ولشباب كتيره جدا موجوده. ميزه في حضرتك كابتن هيثم لما كنا بنتكلم على ازاي بتذاكر بقى وازاي بتحضر لماتشاتك، فبسم الله ما شاء الله يعني دايما في تقدم واصدار يا كابتن هيثم. لكن عايز اخد حضرتك للتشامبيونز ليج ومباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد، عايز تقول، عايز اعرف من حضرتك رايك الفني في المباراه. اكيد ناس كتير بتعتبرها نهائي قبل الاوان، لان مفيش حد من اشراف باريس سان جيرمان كان يتمنى ان هو يقع مع ريال مدريد. ونفس الشيء بالنسبه لمشجعي ريال مدريد، ما يتمنوش ابدا ان هم يقعوا مع باريس سان جيرمان على اعتبار التدعيمات اللي عملها الفريق الفرنسي، وعلى راسهم طبعا نيمار امبابي وكافاني وكود انخيل دي ماريا خافيير باستوري تياجو سيلفا، يعني مجموعه كبيره من اللاعبين في فريق باريس سان جيرمان، داني ألفيش. المباراه هتكون صعبه بدون شك، عارفين ان المباراه الاولى هتكون في مدريد سانتياغو برنابيو، على اساس ان مدريد انهى في المركز الثاني في مجموعته الوقيف بعد توتنهام، بينما باريس سان جيرمان في مجموعته كان الاول على بايرن ميونخ والفرق اللي معاه. فالمباراه الاولى هتبقى في مدريد والعوده هتبقى في البارك تاني. المشكله ان ريال مدريد بيمر بفتره عدم اتزان، بفتره من الفترات اللي كان فيها زين الدين زيدان، وانا بشوف ان الفتره دي سببها الاول والاخير، على الرغم من حبي الشديد لزيدان وعلى الرغم من قناعتي الشديده بيه، ان هو السبب فيها، لان هو راهن على مجموعه من اللعيبه او الاسامي بالظبط كده، وما رضاش يعمل تدعيمات. يعني انت اول سنه خط الدفاع مثلا ساب بيتيه، ساب دانيلو، ساب كونتراو، بالاضافه الى خامس رودريجيز، الفارو موراتا، ماريانو، كل الاسماء دي كانت تفرق مع ريال مدريد في الفتره دي، وراهن على مجموعه من الشباب، بالاضافه الى وجود الناس اللي هي بيسكو واسينسيو والمجموعه المناقشه والحاجات دي. في مشكله عند الناس دي، ان اسينسيو وايسكو الناس دي لما تلعب مع كريستيانو رونالدو، لما تلعب مع بيتزيما، لما تلعب مع جارسيل، مع مودريتش، مع كروس، بتبقى متالقه. اما بيبقوا هم نازلين كبدلاء او يزودوا في الفريق، انما لما يلعبوا مجموعه من الشباب هيبقوا عاديين واقل من عاديين. اتفرج على اسينسيو لما بيلعب مع الصف الثاني بيعمل ازاي، غير لما بيلعب مع اكيد طبعا الاساسيه. واكبر خطا عمله زين الدين زيدان لما ريح الاساسيين في مباراه لجانب في العوده في الكاس، لان المفروض هو الدوري خلاص فقد الامل فيه، يبقى يريح اللعيبه او يعمل روتيشن في ماتشات الدوري، انما ماتشات الكاس دي الكوره اللي دي فاضله لك، عشان كده هو خرج بره الكاس. ونتيجه المباراه الاولى الفوز بهدف اسينسيو كانت الحقيقه طموحاته الى حد كبير جدا، ولكن هو خسر الدوري والكاس وامله في الشامبيونز ليج. ناس كتير بتشوف ان كفه باريس سان جيرمان ارجح، ولكن انا اشوف برضو ان باريس سان جيرمان عنده مشاكل في خط النص، مركز حراسه المرمى ممكن يستغلها ريال مدريد، وزي ما تعودنا عمر من اول السنه ريال مدريد في الشامبيونز ليج غير الليجا الاسبانيه وغير كاس اسبانيا، عشان كده اتوقع تكون مواجهه قويه جدا. وما تنساش ريال مدريد هو نادي القرن، هو حامل لقب حتى الان، هو 12 بطوله تشامبيونز ليج، عشان كده اتوقع صعوبه الماتش على الفريق. تتوقع كابتن هيثم ان ممكن مباراه زي مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد تكون مباراه حاسمه في مصير احد المدربين، سواء زين الدين زيدان او يوناي امري، في تكميل مسيرتهم مع الفرق بدايه من الموسم المقبل؟ الى حد كبير زين الدين زيدان، لان انا شايف ان دي اخر فرصه في وجهه نظري. لو باريس سان جيرمان تاهل هتكون نهايه زين الدين زيدان في سانتياغو برنابيو، وهيحصل على لقب مدرب السابق ريال مدريد. انما اوناي امري لو خرج، انا في وجهه نظري ممكن يكمل لاخر السنه، لان هو هيحسم الليج بسهوله وبينافس لسه على كاس الرابطه وكاس فرنسا، فممكن يستمر لنهايه الموسم، وبعد كده ممكن يتم الاستعانه بالمدرب الجديد. انما ريال مدريد اللي موقفه خطر زين الدين زيدان، واعتقد لو خسر من باريس سان جيرمان مش هيكمل مع النادي. بس يا كابتن حضرتك دلوقتي لو رئيس نادي وشايف طبعا الانجازات اللي عملها زين الدين زيدان والبطولات، بنتكلم على اثنين تشامبيونز ليج، بنتكلم على بطوله دوري، هل حضرتك شايف ان هو حتى لو خسر امام باريس سان جيرمان يتم الاطاحه بيه، ولا يبقى موجود وبدايه سيزون تكون مختلفه مع تدعيم باسامي كبيره وصفقات كبيره، ويبدا ان احنا نبدا او زين الدين زيدان يبدا مع فريق ريال مدريد بخطوه جديده؟ مشكلة ريال مدريد ومشكلة جماهير ريال مدريد وإدارة ريال مدريد إن أنت لازم تكسب على طول. قبل كده ديبوسكي خد الشامبيونز ليج وتمت الإطاحة بيه. طبعًا. كارلو أنشيلوتي خد كاس
واخد تشامبيونز ليج وتمت الاطاحه بيه. فزين الدين ده انا اعتقد مش هيستمر، ولو استمر هيستمر الشهرين ثلاثه دول لغايه الدوري ينتهي، لان خلاص ما فيش اي بطوله يلعب عليها، وبعد كده يبقى في مدير فني جديد يبدا فتره اعداد ويبتدي يختار الاسماء. ولكن هو خطا كبير جدا عمله زين الدين زيدان، هو الحقيقه ما عملش تدعيمات واستغنى عن مجموعه كثيره جدا من اللاعبين كان ممكن تفيده في مشواره. طيب اخد حضرتك لمباراه ايضا مهمه، مباراه بورتو وليفربول، بما ان المصري محمد صلاح هيبقى موجود في المباراه. شايف مباراه بورتو وليفربول، هل ممكن ليفربول يحسم اللقاء في البرتغال؟ ماتشات النوك اوت ستيج تحديدا في الشامبيونز ليج مفيش مباراه واحده تحسم الصعود، لازم بنتيجه الماتشين حتى لو في خط خارج ملعبك. بالظبط. دعني الاول عمر يعني بالحاجات اللي انت جبتها لمحمد صلاح جميله جدا، يعني شعور بالفخر واحنا بنشوف نجمنا المصري محمد صلاح وهو يتالق في الملاعب الاوروبيه، يعني الواحد الحقيقه بيقعد يتفرج على الماتشات وهو في غايه الزهق ورقبته مرفوعه وراسه مرفوعه، وفخور جدا محمد صلاح بيدي فكره جميله جدا عن الرياضه في مصر بصفه عامه والكره المصريه بصفه خاصه واللاعب المصري. انجازات ما بعدها انجازات، اتمنى ان شاء الله ربنا يكمله على خير ويبقى عنده صبر وثبات، ولكن هي مباراه صعبه. بورتو من الفرق اللي سبق ليها الفوز في البطوله الاوروبيه كده، وعارفين ان اللاعب العربي الوحيد رباح ماجر نجم الجزائر هو اللاعب العربي الوحيد في الجزائر عن طريق فريق بورتو، ولكن مستوى بورتو مش زي بورتو في السنوات اللي فاتت، حتى امام كان معاهم جيم رينج في البدايه ممكن في صعوبه في تراجعه، ولكن اعتقد في الانفيلد ليفربول هيقدر من خلال الجماهير من خلال التشجيع والجنون لعشاق بيت ان هو يقدر يحسم نتيجه ويصعد لاختيار الخارج. شايف يا كابتن ايسر ان محمد صلاح ممكن ينتقل لريال مدريد بنهايه الموسم، وهل فعلا ان محمد صلاح لو الافضل فيه او الافضل ليه ينتقل لريال مدريد، ولا ممكن يكمل سيزون كمان مع ليفربول؟ هي راجع له طبعا، ولكن انا اتمنى ان هو يستمر الموسم كمان مع ليفربول، وبعد كده ان شاء الله ينتقل الى اي مكان، لان الاستقرار مهم جدا في حياه اللاعب. لان برضه ريال مدريد اسم كبير وفي لعيبه تقال، فممكن ما يشاركش بصفه اساسيه في ريال مدريد. لو انتقل بالتالي ممكن يؤثر على مستوى التهديفي وعلى مستواه وعلى ادائه وعلى نفسيته، لان انت عارف محمد طبعا ما بيلعبش نفسيته بتتعب زي ما حصل له في تشيلسي، ولكن اتمنى ان هو يستمر الموسم كمان مع ليفربول، وبعد كده ان شاء الله يحلها ربنا ان شاء الله ينتقل لريال مدريد ينتقل لبرشلونه. لكن انا فخور جدا بالامام محمد صلاح والنين كمان بتاع، كنت لسه اقول لحضرتك لسه هاخدك يا كابتن، ما تقلقش يا كابتن ايسم، هاخدك على النني واخدك على رمضان صبحي. شايف النني بيتعامل بذكاء كبير في وجوده ارسنال، ان هو رافض كل العروض ان هو يطلع اعاره ويبقى موجود ويمسك في الفرصه ويشارك مع فريقه سواء في الكاس او في الدوري. الحقيقه النني مظلوم اعلاميا طبعا يا كابتن بشكل كبير. انا شايف ان الحقيقه ناس كتير بتتكلم عنه مش مديان له حقه. النني اكتر لاعب في تاريخ مصر حقق بطولات خارج مصر من خلال الاحتراف، من خلال بطولات خدها مع بازل سواء دوري سواء كاس. لعيب المصري الوحيد حقق بطوله في انجلترا، خد الاف اي كاب وخد الكونتيننتال شيلد بقى الخيريه في بدايه الموسم، والاثنين كانوا على حساب تشيلسي، والاحسن من كده كمان ان هو شارك في الماتشين طبعا كلاعب اساسي. صح يا كابتن مظبوط. انا شايف ان النني يعني مش سهل ان انت تاخد، ولسه كابتن كسبان لاعب الشهر مع ارسنال، يعني لسه التصويت كان النهارده وكسب جائزه لاعب الشهر على مسعود اوزيل. صحيح، وانا كمان برشح الارسنال ان هو يكون منافس قوي على اوروبا ليج هذا الموسم، فانا شايف ان هو يعتبر وتد يعني تحمل، على الرغم من ان الانظار كلها متجهه على محمد صلاح وده شيء طبيعي، ولكن هو ما شاء الله عليه ولد مكافح وصبور، وانا اعتقد ان النني هيعمل انجازات كبيره جدا في الفتره القادمه ان شاء الله، وانا سعيد بمستواه انه عنده صبر كبير جدا وعنده كفاح وعنده طموح وما بيقاش بسهوله، وساعات تخرج بره التشكيل وساعات تقعد بديل وساعات تلعب اساسي، ودايما دايما موجود وجاهز، وانا بعتبره جوكر بالنسبه لارسنال فينجر، لانه لعب قبل كده في نص الملعب، لعب تحت المهاجمين، لعب في الدفاع، فما شاء الله عليه ممتاز جدا برضه. رمضان صبحي يا كابتن ايسن، شايف ان هو مشاركته مع الريزيرف تيم او مع الرديف وعدم مشاركته مع ستوك سيتي في الفريق الاول، شايفها ازاي؟ او شايف مستقبل رمضان صبحي ممكن الفتره اللي جايه ممكن يكون ايه؟
ما تقللش منه ابدا يعني، خصوصا ان هو بالظبط يا كابتن سنه صغير، كلنا لعبنا مع الفريق طبعا، كلنا من اكبرنا لاصغرنا. هاني رمزي لعب مع فريق ثاني، لان انت ساعات في فتره من فترات تبقى راجع من اصابه بيبقى عندك اصابه فبتلعب مع فريق ثاني طبيعي. يا كابتن هيثم انا شايف يا كابتن ان مشاركته مع ريزيرف تيم دي بتخليه يحافظ على مستواه، حضرتك عارف ان لياقه الماتشات الرسميه غير التمرينات غير المباريات الوديه. طبعا طبعا، انت كفايه ان انت بتتدرب مع المجموعه دي بتاخد فكر غير اللي انت كنت بتاخده في مصر. يعني انا شايف ان هو اتطور في الفتره اللي فاتت دي رمضان صبحي. يمكن اول سنه قابلته مشكله ان هو كان بيلعب مكان ارناوتوفيتش، وده كان اغلى صفقه في ستوك سيتي، كان صعب ان هو يلعب عليه. ولكن بعد كده لما مشي وابتدى رمضان يشارك، حتى وان كان بديل، حتى وان كان بيشارك في اوقات معينه في الدراما ما بيبقاش، ولكن في تطور. السنه دي بيسجل ومش هدف واحد اكتر من هدف، وساعات بيبدا بدرايف اساسي وساعات بيشترك. فانا شايف ان ده شيء طبيعي اللي بيعمله رمضان صبحي بالنسبه لسنه، فانا شايف في تطور كبير جدا، وباذن الله يقدر يثبت نفسه عشان ينتقل لنادي اكبر. وان كان ستوك سيتي والبريمير ليج برضه اسماء كبيره، احنا طبعا بنتفرج على المستوى دي، وبالك احنا هنا اربع خمس لاعبين بيلعبوا في البريمير ليج بالاضافه الى محمدي في السنه. حجازي وعلي جبر، ابدا مع حضرتك بحجازي، اكيد متالق، اكيد بيحرز اهداف، اكيد ماشي بشكل اساسي مع فريقه، لكن هل لو تم هبوط فريق ويست بروميتش لدوري الدرجه الثانيه او الشامبيون شيب، هل ممكن حجازي يتم بيعه لاحد الانديه الانجليزيه القويه، ولا ممكن حجازي يبقى موجود مع فريقه في دوري الدرجه الثانيه وما يشاركش في البريمير ليج؟ يا جماعه اتصال دايما بحجازي ومن تحديدا، بس انا ما بقولوش الكلام ده حجازي، انا اتمنى ان ويست برونش ياخد. ليه بقى يا كابتن هيثم؟ لا لان لو هبط ويست برونش اظن حجازي هيروح النادي اكتر، في مواهبه حزان اكتر. هو انت مظلوم مع الفريق ده، واحنا شفنا حظ الفريق عاسر الى اقصى درجه، فريق خسر خمس ست ماتشات، اثنين كسبان ويتعادل في الدقيقه 90، او اثنين متعادل ويخسر في الوقت بدل الضايع، حظهم وحش جدا. وحجازي بيعمل مجهود ومستوى ومباريات كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله. طبعا طبعا يا كابتن. فهو لو الفريق هبط للتشامبيون شيب اعتقد هينتقل لنادي افضل، وهيكون نادي في نص الجدول الاماني الاول يعني. فانا يعني مش عايز اقول لحجازي الكلام ده، بس انا عايز النادي ينزل عشان هم يبقوا فعلا يبتدي يلعب في انديه افضل، وخصوصا ان كاس العالم حاسس معاك كتير جدا، بس انا بس بنبعد عن المجموعه دي كلها وعن لعبتها في المستوى الافضل. طيب اخدك لواحد تاني مظلوم اعلاميا، انا شايف ان هو مظلوم اعلاميا، مظلوم بالرغم ان كان من عنده امكانيات رهيبه جدا يا كابتن هيثم، تريزيجيه. هل حضرتك شايف ان انتقاله للدوري التركي، وطبعا هو متالق بيجيب اهداف وبياخد طبعا جوائز كتيره جدا، لكن هل شايف ان تريزيجيه بعد كاس العالم ممكن نلاقيه في احدى الدوريات الاوروبيه الخمسه الاقوياء اللي احنا بنشوفهم؟ ده اكيد، برافو عليك. يعني انا يمكن كنت معارض انتقال تريزيجيه من اندرلخت او موسكون لفريق خصم باشا التركي، ولكن انا بشبهها بحركه انتقال صلاح تشيلسي لفيورنتينا. في ذكاء كبير جدا عند تريزيجيه ان هو يشارك كاساسي، خصوصا ان هو عنده كاس عالم بعد فريق قليلا ان شاء الله. تالقه واضح وباين بفاصل تاني، وانا شايف ان هو لو ما انتقلش لنادي في احد الدوريات الكبرى ممكن ينتقل لنادي كبير جدا في الكاس، عشان في بيشتا شجاع طبعا تركيا. في تركيا اعتقد ان هو مش هيسيبوا الاحتياج دي ولا هيعدي تحت ايديهم بعد التالق الكبير اللي بيعمله. طب يعني اخد حضرتك اخيرا الى بقى تجربه الدوريات الخليجيه ومقارنتها مع اللعيبه اللي خرجوا من الدوري السعودي راحوا الدوري الاسباني، هل حضرتك شايف ان دي تجربه مفيده للعيبه المصريه خصوصا قبل كاس العالم، ولا كان يبقوا موجودين في الدوري المصري ويتم اعارتهم لانديه مصريه افضل؟ لا انا اعتقد ان انتقالهم للانديه الخليجيه تحديدا الانديه السعوديه هيفيد. ليه؟ لان احنا في يوم من الايام كان الدوري المصري بدون ادنى شك اقوى من الدوري السعودي، ولكن خلينا منصفين وخلينا واقعيين، حاليا الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري بامكانيات، بمستوى اللاعبين، بمستوى المدربين، بالمبالغ اللي بتدفع، بالنقل التلفزيوني، بالحضور الجماهيري، بالاستادات، كل شيء. يعني الواحد عشان يعرف هو واقف فين وعشان يكون منصف لازم يقول اللي بيه واللي عليه. الدوري السعودي حاليا يصنف اعلى من الدوري المصري، فدي خطوه ممتازه بالنسبه للاعبين المصريين، ولكن اهم حاجه ان هم يشاركوا بصفه حقيقيه، لان طول ما اللاعب ما بيشاركش
تعتبر نقطة سلبية، أهم حاجة إن هو يشارك عشان تبقى رجله في الملعب وأحسن يبقى في الفرقة. يعني أخيرا حسين الشحات والطفرة اللي عملها في الدوري الإماراتي وإحرازه يمكن هدف أخير، وقبليها كابتن ثلاث أهداف هاتريك، وبدأ إن يبقى فيه علاقة حب وود ما بينه وبين الجمهور العين. فعايز أعرف من حضرتك، هل حسين الشحات ممكن نشوفه مع منتخب مصر في كأس العالم، ولا ممكن نقول إن الباك رايت أو الناحية اليمين في منتخب مصر محجوزة؟ هو يمكن هيكتور كوبر من نوعية المدربين اللي محدش يقدر يفرض عليه حاجة، ولكن أنا يمكن مرتبط بنادي العين من فترة، من أيام ما كان الكابتن حسن صلاح فترة أعلى في الناس، ودايما بتابع مباريات نادي العين، هو النادي المفضل بالنسبة لي في الإمارات، عشان كده بتفرج على مباريات حسين الشحات، وفي ارتباط كبير جدا بينه وبين الجماهير، وعمل اسم بسرعة، وأعتقد جات له عروض من أندية إماراتية وأندية سعودية. أتمنى يكون في أجندة بشكل كبير المعسكر الجاي، وكنت اعلم ان هو هيكون احد افراد المعسكر القادم في مارس باذن الله. لو استمر على هذا التالق اكيد هينضم لمنتخب مصر، واكيد هيكون ضمن السكواد المسافر لروسيا باذن الله، ولكن حتى يكون يلعب اساسي او احتياطي اعتقد ممكن يجد فيها صعوبه، لان ثبات التشكيل شيء مهم جدا على هيكتور كوبر، وهو واحد من المدربين بيغيره بصعوبه شديده، وتقدر انت تشوف ال 11 لاعب اللي هيبداوا في الفتره اللي جايه الا اذا واحد بقى مستواه تراجع بنسبه كبيره او لا قدر الله اصيب، ولكن بدون شك حسين الشحات يقدم مستويات متميزه ويستحق الانتظام بين كابتن هيثم. بشكرك شكرا جزيلا، عايزك بقى تستحملنا الفتره اللي جايه كابتن هيثم في الاتصالات اللي هنكلم حضرتك فيها، وطبعا اكيد استفدنا من معلومات حضرتك ورؤيه حضرتك الفنيه. كان معانا كابتن هيثم فاروق نجم منتخب مصر ونجم فاينورد الهولندي اللي كان موجود معانا واتكلم معانا على الشامبيونز ليج ورايه في اللعيبه المصريه المحترفه في الدوريات الاوروبيه او الخليجيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الدوريات العالميه. اهلا بحضراتكم من جديد، واتكلمنا على الشامبيونز ليج واهم المباريات ومباراه المرتقبه ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. نرجع مع حضراتكم تاني علشان نتكلم على الدوريات العالميه واهم الكواليس. يعني هنا في البرنامج بنجيب لحضراتكم، ويمكن بيهمنا قوي ان احنا نجيب اللقطات او نجيب المواقف او نجيب الحاجات اللي المشاهد العادي مش بيعرف ان هو يشوفها، سواء على مواقع الانترنت او في التلفزيون بصفه عامه. فاحنا هنبدا قبل ما نتكلم على كواليسنا او نتكلم على الفيديوهات الخاصه اللي احنا بنجيبها وبنعرف الساده المشاهدين ايه اللي بيدور خلف الكواليس للدوريات والانديه، نبدا باحسن 10 اهداف في الاسبوع الماضي. جمعنا او معانا احسن 10 اهداف من كل الدوريات العالميه، مش دوريات اوروبيه فقط، لا احسن 10 اهداف في الدوريات العالميه كلها. هنروح نستمتع بيهم ونتفرج على الاهداف الجميله والممتعه خلال الاسبوع الماضي، ونرجع نكمل مع حضراتكم الكواليس وبرنامج وورلد سوكر. 10 اهداف، قمه في الروعه، قمه في الجمال، اكيد هدف محمد صلاح واحد منهم، ودي كانت احسن 10 اهداف في الجوله الماضيه من الدوريات العالميه. ولسه مكملين مع حضراتكم في الكواليس، وهنروح لموقف طريف جدا، مدرب سوانزي سيتي بعد مباراته الاخيره في الكاس، في كاس الاتحاد الانجليزي، طبعا فاز في المباراه، لكن بعد المباراه عمل لقطه طريفه جدا في المؤتمر الصحفي، ان هو وزع شوكولاتات على الصحفيين. اكيد طبعا كان منظر فيه استياء من الصحفيين، لكن في نفس الوقت كانت حاجه فيها ذوق او حاجه فيها يعني حاجه من الرقي لمدرب سوانزي سيتي، ان هو عدى بنفسه على الصحفيين. يعني ناس بقى فسرتها قالت بقى ان هو بيوزع عليهم علشان ما حدش يساله، طبعا كل دي حاجات يعني طريفه
او طبعا كارلوس كارباخال مدرب اسباني مدرب سوانزي سيتي قدر ان هو يفوز في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي، لكن الناس بقى ترجموها على انها يعني بيحاول بقى يقدم حاجه للصحفيين علشان ما حدش يساله اسئله محرجه في المؤتمر الصحفي، فكانت موقف طريف كان لازم ناخده ونعرف بيه الساده المشاهدين. لسه مكملين مع كواليسنا ومع فيديوهاتنا ونروح لزياره المطربه العالميه ريانا لنادي أرسنال. غريب جدا ان ريانا مشجعه لنادي أرسنال الانجليزي، راحت وزاره فريق أرسنال في ملعب الامارات، والغريب ان احنا كل حاجه بنشوفها ليها علاقه بلاعبين كره القدم بنلاقي ان لعيب كره القدم الناس بتجري علشان تروح تتصور معاه، لكن حصل العكس مع ريانا، ان لاعبي فريق أرسنال هم اللي راحوا عشان يتصوروا معاها، وبالتالي ده يدل على شعبية ريانا في العالم، مش بس في أمريكا بس، لا ده في كل دول العالم لاعبي أرسنال كله يعني كل لاعبي فريق أرسنال جريوا تصوروا معاها، أولاد صغيرين كانوا حريصين إن هم يعني يبقوا موجودين في بعض الأوتوغرافات اللي حصلوا عليها من ريانا. وفي نفس الوقت ده ملعب الامارات قدامنا، لاعيبه ارسنال نازلين يسلموا عليها، شايفين ان دي حاجه ما بتحصلش غير كل فين وفين ان هي تيجي لنفسها زياره لملعب الامارات ونادي ارسنال. والغريب كمان زي ما قلت لحضراتكم ان هي مشجعه نادي ارسنال، يعني لا مشجعه لمانشستر ولا لتشيلسي ولا لليفربول اعرق الانديه، لا هي مشجعه فريق ارسنال. ف يعني اكيد ارسن فينجر مبسوط، واكيد لاعبي فريق ارسنال مبسوطين بالزيارة دي، وكانت متواجدة في تدريبات وفي المباريات، طبعا كانت زيارة سريعة. طبعا هنا الاوتوغرافات لاعبي أرسنال بيهدوا ريانا تيشيرتات خاصة بيهم، وطبعا يعني زي ما احنا شايفين هنا مبسوطة جدا بتيشيرت أرسنال، وهنا الأولاد الصغيرة أكيد طبعا كانوا مبسوطين وفرحانين بزيارة ريانا لملعب الإمارات. نروح لواحد من اهم النجوم اللي كانوا موجودين في الفترات السابقه في المنتخب الانجليزي، وازاي ان كره القدم غداره، كره القدم ممكن بعد ما تكون نجم الحال يروح بيك الى ان انت تدمن ممنوعات كتيره جدا وتفلس واذا مش معاك فلوس، وبعد ما كنت نجم واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في انجلترا. وبنتكلم على بول جاسكوين، بول جاسكوين اكيد الجيل اللي بيتفرج علينا الجيل القديم اكيد هو ده اللي عارف مين بول جاسكوين، الصغيرين مننا ممكن ما يكونش عارف مين، لكن ده واحد من النجوم الانجليزيه، واحد من نجوم انجلترا اللي استمتعنا بيه كلنا، اللي هدف ليه يمكن اشهر هدف ليه كان في يورو 96 امام اسكتلندا، يعني كان عنده مشاكل كتيره جدا وعاد من مرضه، هو كان 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 مدمن طبعا زي ما احنا قلنا ممنوعات، ووصل بيه الحال ان هو يبقى موجود في احد المصحات اللي موجوده، لكن بالعلاج قدر يعود من جديد لصحته وعافيته. ده في اسكتلندا في ملعب رينجرز اول وجود او اول مواجهه ما بين بول جاسكوين وجماهير اسكتلندا بعد شفائه، اكيد باين الترحاب بيه عامل ازاي من كل الجمهور اللي موجود داخل الملعب، ده بيدل على ان اللاعب مهما وصل بيه الحال من يعني من وجوده بقى وفي في في دخول في سكه ممكن توصله طبعا لدخوله في الممنوعات وفي ان هو يمارس طبعا يعني عادات اكيد ما فيش لاعب كره قدم يتمنى ان هو يوصل ليها، لكن اللاعب اكيد نجم في كل الاوقات وكل الجمهور بيرحب باي لاعب موجود سواء في الملاعب الانجليزيه او في الملاعب الاسكتلنديه. بول جاسكوين واحد من النجوم اللي كلنا بنعتز بيهم، اكيد حاجه تفرحنا ان هو رجع تاني لصحته ولعافيته، وكان الترحاب بيه قوي جدا في ملعب رينجرز في اسكتلندا. نروح للدوريات الخليجيه، وهدف غريب جدا، يعني كلنا لما نشوف الهدف ده هنلاقي ان 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 هدف هو المدافع احرزه في مرماه، لكن الغريب ان لو هو قاصد يجيبه كده في نفسه ما اعتقدش ان هو هيقصد ان هو يجيبه بالحلاوه اللي احنا شفناها، او حتى المهاجم الفريق الخصم لو حاول ان هو يجيبها بالشكل ده ما اعتقدش ان هو هيقدر ان هو يجيبها. ده هدف بول جاسكوين قبل ما نروح، ده هدفه في يورو 96 امام فريق اسكتلندا، وده الهدف الاشهر ليه في مسيرته مع المنتخب الانجليزي، وده بنتكلم على افضل مسيرات منتخب انجلترا
في يورو 96 اللي قدر يوصل ليها للسيمي فاينل وخرج امام منتخب المانيا بركلات الجزاء. لكن اكيد بوجاس كون واحد من النجوم اللي استمتعنا بيهم في الملاعب الاوروبيه. واكيد من بوجاس كوين هنروح للقطه الدوري الاماراتي واللاعب اللي بيحرز هدف في مرماه عن طريق الخطا. زي ما احنا قلنا هنشوف الهدف وحضراتكم هتحكموا واحنا بنتفرج عليه، هتلاقيه صعب جدا مدافع يحرز هدف في مرماه بالشكل اللي احنا هنشوفه. لكن كمان حصرت حارس المرمى اللي استغرب بشكل كبير جدا وقال له انت بتعمل ايه، رفع ايده كده وقال له انت بتعمل ايه، هيدل على ان الكره صعبه جدا. ده الهدف اللي احنا بنتكلم عليه في مباراه الجزيره واوي الظفره، وهنشوف ازاي المدافع دي كره الكره هنمسكها من اولها. ان الكره اتلعبت طويله من الفريق، اعتقد من الفريق الجزيره، لاعب الظفره يعني بيبانيك او بيتوتر فبيحاول ان هو يشتتها، ففكر تفكيرين يشتتها ولا يلمها، وبالتالي كانت النتيجه ان هي في المقص الايسر لحارس المرمى اللي بعد كده بيقول له انت بتعمل ايه، يعني اكيد انت مش قاصد تحرز هدف زي يعني زي ده في شباكي، يعني مستغرب جدا حارس المرمى يمكن بيقول له انت لو مدينك فلوس عشان تجيب هدف بالمنظر ده مش هتعرف. فده كانت لقطه يعني اكيد كنا لازم ناخدها ونتكلم عليها، ويمكن دي لقطه الاسبوع معانا، هدف طريف جدا جدا لمباراه الجزيره والظفره. يعني اخيرا قبل ما نروح للدوريات وقبل ما نروح لمداخله مهمه جدا معانا من المانيا، هنروح لاثنين من نجوم كره القدم اللي اكيد كلنا محظوظين ان احنا بنتفرج عليهم وبنستمتع بيهم في الزمن او في العصر الحالي، هو كريستيانو رونالدو ونيمار. الاثنين مولودين يوم 5 فبراير، فاكيد اكيد يعني هنجيب حاجه يعني او اخر اعمال الدعائيه الاعلانيه لنيمار ورونالدو اللي هنشوفها، لكن بعد ما نستعرض مع حضراتكم اهم ارقامهم. يعني بنتكلم على نيمار لعب 518 مباراه، سجل 321 هدف، حاصل على دوري ابطال اوروبا، على ثلاث مرات الدوري البرازيلي، على 2 الدوري الاسباني، على 3 مرات كاس الملك اسبانيا، ومره واحده كاس العالم للانديه، وحصل على كوبا ليبرتادوريس لمره واحده، والميدالية الاولمبيه مع المنتخب البرازيلي، وكاس القارات مع المنتخب. نروح لكريستيانو رونالدو اللي طبعا ارقامه كبيره جدا نظرا الى سنه، طبعا ان هو اكبر من نيمار. كمان رونالدو ماكينه اهداف، ماكينه مشاركات، ماكينه بطولات، مفيش شك ان رونالدو واحد قدر ان هو يخلي نفسه اكتر لاعب في العالم متكامل، من حيث ان هو بيجيب اهداف برجليه براسه، من كرات ثابته، من كرات ركن، من ضربات ركنيه، من حاجات كتيره جدا. فنستعرض ارقام رونالدو اللي طبعا اكيد اكبر من ارقام نيمار. رونالدو شارك في 893 مباراه، سجل 628 هدف، طبعا حصل على 4 مرات دوري ابطال اوروبا، كاس العالم للانديه 4 مرات، الدوري الانجليزي 3 مرات، حصل على الليجا الاسبانيه مرتين، اليورو مع المنتخب مره، وحصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وأخيرا أحسن لاعب في الفيفا مرتين. أرقام كبيرة جدا، إحنا عندنا هنا لما بنخش نادي المئة بيكون إنجاز كبير جدا. فتخيلوا حضرتك أو حضراتكم إن نيمار جاب 321 هدف، وإن رونالدو 628 هدف، يعني الاثنين داخلين في 1000 هدف. فلازم طبعا نتكلم ونقول على النجمين اللي احنا يعني اكيد بنستمتع بيهم في مبارياتهم، سواء مع برشلونه، مع باريس سان جيرمان، او مع منتخباتهم، او مع ريال مدريد. تعالوا نشوف نيمار ورونالدو ونرجع نكمل مع حضراتكم. I'm telling man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. We saying, what's good? Walk one, what's happening? You had so much talk online. Saw you on the road, you ain't half as active. Said your am come loud like bass, but it's silent like Charlie Chaplin. My striker's 18 with a high top. Got so many enemies. Got so many man on my case. I mean, I love when old things message me, but try, no, we can't ever be mates. Right now, life's just lovely. I wish I could have seen that girl's face when she jumped on Twitter to send. And then she saw me on the track with.
Tell a man I want 100 M's. Tell a man I want 100 M's. This statement's looking like a barcode. Tell a man I want 100 M's. نيمار ورونالدو وكل سنة هما طيبين ومزيد من الانتصارات والأرقام والأهداف في حياتهم اللي جاية إن شاء الله. زي ما قلنا احنا بنحاول نجيب الجديد، بنحاول ان احنا نقدم الحلقة بشكل مختلف ومن منظور مختلف. معنا مداخلة هاتفية حاليا، يعني هتبقى مداخلة جديدة معنا طبعا، باتريك هوفمان صحفي ألماني. المداخلة دي من ألمانيا، هنتكلم مع حضراتكم، هنسأله الأسئلة باللغة الإنجليزية و هنترجم سؤال بسؤال، يعني اكيد هيوضح لنا بعض النقاط اللي احنا محتاجين نعرفها الخاصه بالدوري الالماني وايضا بمحمد صلاح. باتريك هوفمان، هاو ار يو؟ هالو ثانكس فور هافينج مي. باتريك، فيرست اي وونت تو نو اباوت يور بانكس، از هي ويل كونتينيو وذ بايرن ميونخ نيكست سيزون؟ نو، اي دونت ثينك سو. The bosses of Bayern Munich, they asked him several times now for the last couple of weeks, but he always says that after this season he wants to quit the job, he wants to retire, because he thinks he's too old now. He's 72, and so he has no plans to continue the work after the season. Who you will think will be the head coach of Bayern Munich next season? Yeah, that's a really good question. You know, that's the jackpot question in Germany at the moment, because there are so many rumors. Well, there are many names, like for example Thomas Tuchel, who was the coach of Borussia Dortmund. Yes, of course. He might be the favorite to become the next coach of Bayern Munich. But there are also rumors like there's a coach called Niko Kovac from Eintracht Frankfurt. He's a former player of Bayern Munich, so he knows the club, and he's very successful at the moment with Frankfurt. But, well, I don't know if he really fits to the club. And then, of course, you have Joachim Löw, the national coach. There are also rumors that maybe he could become the next coach of Bayern Munich. So, well, very difficult to answer. What about Nagelsmann? Sorry? What about Nagelsmann? Ah, Julian Nagelsmann. Yes. Well, yeah. He's also one of the coaches that people think he could become the next coach. The thing is that after very, very good season with Hoffenheim last year, now this year it's not that successful. And also his club, the boss of his club now in Hoffenheim, said for several times that Julian Nagelsmann is under contract till 2019, and there is no way that they will leave him, that they will let him go to Bayern Munich. But you don't know, of course, because maybe if Bayern says they want to pay a lot of money for him, then maybe the club would say, okay, he can go. But at the moment, if you ask me, I would say that he's not the favorite. I would say that the favorite is Thomas Tuchel. Okay, I will translate this question and I will be back to you. في البداية سألته طبعا على يوب هاينكس، هل هو هيكمل عقده الموسم القادم مع أو هيجدد عقده مع بايرن ميونخ الموسم القادم؟ قال لي لا، وصل 72 سنة، هو حس أنه هو خلاص كبر، هو موجود الموسم الحالي مع بايرن فقط لاحتياج فريق بايرن ميونخ ليه. وأبرز الأسماء اللي ممكن تكون موجودة بقوة الموسم القادم لبايرن ميونخ هو توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق بروسيا دورتموند. باتريك، do you think that Joachim Löw will be the second or the coming coach for Real Madrid? Because we heard rumors about that maybe Joachim Löw will be the head coach of Real Madrid after the coming World Cup. Yes, that's a rumor that I heard as well. It's a rumor that comes from a Spanish newspaper. Do you believe, Patrick, do you believe in the Spanish newspapers? Well, I don't know this Spanish newspaper, so I don't know what to say. But if you ask me, I would say that, no, I don't think that he will become the next coach of Real Madrid. I mean, Joachim Löw said before that
he can't imagine to become a coach of the club the future. So, well, maybe, but, you know, if you look when it comes to Real Madrid, they have a crisis now. I don't know if Zidane will stay and will be the coach for the rest of the season. So I think they need a new coach earlier this year. And usually Joachim Löw, he wants to play the World Cup, and after tournaments, usually he takes some time to rest for a couple of weeks or even months. So I cannot imagine that he would become the coach of Real Madrid just a few days after the World Cup. No, I don't think so. Okay, I will translate. So, يعني سألته على خواكيم لوف. كان في أقاويل بتقول إنه ممكن يبقى المدير الفني القادم لريال مدريد. قال أنا برضو سمعت من بعض الصحف في أسبانيا وقالت إن خواكيم لوف مرشح بقوة إنه هيبقى موجود في ريال مدريد الموسم القادم. هو قال لي ما أعتقدش. خواكيم لوف موجود مع منتخب ألمانيا. كده خواكيم لوف عنده عقد ممتد ل 2020 لبعد اليورو كمان اللي موجودة بعد كأس العالم. فهو ما يتوقعش تماما إن خواكيم لوف يبقى موجود بعد كأس العالم في ريال مدريد. Patrick, finally, I want to ask you about Mo Salah. How do you see the media and the newspaper in Europe? يعني interest in Mo Salah and his performance in Liverpool. Well, of course, I'm following the news when it comes to Mohamed Salah, because I'm very interested in Egyptian football. So you have to be interested in Mohamed Salah, because he's by far the best Egyptian player at the moment. And his performances in England for Liverpool, they are just amazing. I mean, he has scored 21 goals in 25 matches so far, which is unbelievable. He made history in England. He is a cornerstone of Liverpool's squad this year. So yeah, I'm absolutely impressed, and I think he can get even better, because he has a really good coach in Jurgen Klopp, who is a German coach, and who has proven in the past that he is really good in making talented players. Yes, true. Better. That's what he did in Dortmund, and I'm pretty sure he will do the same in Liverpool. يعني انا سالته على محمد صلاح, ازاي بتشوف محمد صلاح في الصحف العالميه والاوروبيه. قال لي محمد صلاح واحد من اللاعبين المصريين المميزين في ليفربول, نجح ان هو يحرز 21 هدف. كمان معاه مدرب قدير زي يورجن كلوب, قادر ان هو يصنع مواهب, واعتقد ان هو يكون هي لسه قدامه يعني كمان ان هو يطور من مستوى محمد صلاح. Patrick, tell me about the chances of the Egyptian national team in the World Cup. How do you see it? Yes. Well, I mean, I think they have one of the easier groups. How come? No, it's not the easier, Patrick. We have Russia, we have Uruguay, we have Saudi Arabia. Of course, very strong teams. Well, you know, I think this group is okay for Egypt. Yes, because, okay is good. Okay, Uruguay is the favorite, so I think they will win the group. But I think that Egypt has a really good chance to become second place in this group, because Russia isn't that good, and Saudi Arabia as well. The problem is that if they head to the next round, I think they would face either Portugal or Spain. So that will be very, very difficult. But you never know. I mean, maybe yes, they will have a good day then, and will surprise the world. سألته على فرص منتخب مصر في بطولة كأس العالم. في الأول قال منتخب المجموعة سهلة, قلت له لا طبعا مش سهلة, قوية جدا. قال لي اتس اوكي, يعني متوسطة. أورجواي هو شايف أن أورجواي هي اللي هتتصدر المجموعة, وفرص منتخب مصر إن شاء الله قوية. Finally, Patrick, I want to thank you, and it's a pleasure having you on الأهلي تي في. See you إن شاء الله next episode. Thank you very much for having me. Thank you. Bye bye. Bye bye. اكيد طبعا شكرته في النهايه, قلت له طبعا كنا يعني شاكرين ليك جدا وجودك لينا على قناه الاهلي, واعتقد ان كانت يعني مكالمه جديده, مكالمه بنعرف منها اخبار مصر واخبار اللعيبه المحترفين خصوصا محمد صلاح في الدوريات الاوروبيه.
باتريك هوفمان صحفي ألماني. يعني اتكلمنا على كل حاجة ليها علاقة بالكرة الأوروبية النهاردة، اتكلمنا على تشامبيونز ليج، اتكلمنا على محمد صلاح بشكل يعني مستفاض وبالتفاصيل، كان معنا مكالمة مهمة جدا جدا من كابتن هيثم فاروق اتكلم فيها على تشامبيونز ليج، كان معنا بعض الحصريات وبعض الكواليس اللي كانت موجودة. يعني قبل ما نختم طبعا لازم يكون موجود سريعا معنا جداول الدوريات الأوروبية، نروح للدوري الإنجليزي ونستعرض جدوله ونشوف مين المتصدر ومين صاحب المركز الثاني ومين صاحب المركز الثالث. أكيد طبعا مهم أن كلنا نعرف ليفربول موجود في المركز الكام. هنروح نشوف دوري حالا قدام حضراتكم هيظهر الدوريات. ده الدوري الإنجليزي، مان سيتي بيتصدر الترتيب عنده 69 نقطة، المان يونايتد في المركز الثاني عنده 65 نقطة. لا أعتقد إن في فرق في النقاط أكبر. ده طبعا ترتيب مان سيتي، مان يونايتد، ليفربول وتشيلسي. ده بالنسبة للدوري الإنجليزي. أجيب لحضراتكم ترتيب الجدول. طيب نروح للدوري الأسباني لحد ما نشوف لكم الترتيب الصحيح للجدول. نروح للدوري الأسباني، برشلونة في المركز الأول 58 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني 49 نقطة، فالنسيا في المركز الثالث 40 نقطة، وريال مدريد في المركز الرابع ب 39 نقطة، أما فياريال في المركز الخامس ب 37 نقطة. دوري الإنجليزي بس عشان خاطر ما نبقاش عدينا حاجة من غير ما نقول التعديل، مان سيتي في المركز الأول عنده 69 نقطة، أما مانشستر يونايتد موجود في المركز الثاني ب 56 نقطة. حبينا طبعا نعدل، لكن أكيد كان مهم جدا إن احنا نعدل 69 نقطة، 56 نقطة مان سيتي في المركز الأول، مان يونايتد في المركز الثاني 56 نقطة. نروح للدوري الإيطالي وجدول الترتيب، نابولي في المركز الأول 60 نقطة، يوفنتوس صاحب المركز الثاني 59 نقطة، أما لاتسيو في المركز الرابع ب 46 نقطة، إنتر ميلان في المركز الرابع 45 نقطة، روما في المركز الخامس ب 44 نقطة. الدوري الألماني، نستعرض جدول ترتيب الدوري الألماني. دوري ألمانيا شايف أنه محسوم، بايرن ميونخ في المركز الأول 53 نقطة، بايرن ليفركوزن ولايبزيج الفرقتين يعني متساويين في عدد النقاط 35 نقطة، يليهم بروسيا دورتموند في المركز الرابع ب 34 نقطة، كمان بيتساوى مع فريق بروسيا فريق شالكة ب 34 نقطة. فاحنا عندنا في الدوري الألماني البايرن لوحده، عندنا المركز الثاني والثالث بينافس عليه فريقين، بايرن ليفركوزن ولايبزيج، والمركز الرابع والخامس بينافس عليه فريقين، بروسيا دورتموند وشالكة. نروح للدوري الفرنسي وجدول الترتيب. الناس اللي فاكره ان الدوري حسم لباريس سان جيرمان، يعني ممكن كده كمان كام اسبوع نقول ان خلاص الدوري حسم، لكن باريس سان جيرمان في المركز الاول 62 نقطة، يلي مارسي في المركز الثاني 51 نقطة، موناكو في المركز الثالث ب 50 نقطة، وليون في المركز الرابع ب 48 نقطة، أما نونس في المركز الخامس ب 37 نقطة. يعني برضو عندنا سريعا مباريات دوري ابطال اوروبا هتبقى موجوده 3 و4 يوم الثلاث، هيبقى عندنا مباراه مرتقبه، مباراه مهمه جدا جدا، عندنا مباراتين يوم الثلاث، مباراه يوفنتوس وتوتنهام ومباراه بازل ومانشستر سيتي، هيبقى يوم الثلاث الساعه 10 الا ربع بتوقيت القاهره. اما يوم الاربع المباراه المرتقبه، مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومباراه بورتو وليفربول. اكيد اكيد كلنا قلبنا مع محمد صلاح في مباراه امام بورتو، لكن انظرنا وعقلنا في مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان. عايزين نتفرج طبعا على رونالدو، نتفرج على نيمار، نتفرج على نجوم كتيره جدا موجوده في المباراه. سريعا برضو المباراه اللي هتكون معانا، عندنا مباراه برشلونه كسب مباراه الكاس، وسيفيا برشلونه كسب فالنسيا، واشبيليه كسب ليجانيس، وبالتالي الاثنين اتاهلوا لنهائي كوبا ديل ري في بطوله كاس ملك اسبانيا. دي من ضمن يعني اهم احداث الاسبوع.
اما في يعني دي باقي مباريات الشامبيونز ليج اللي امام حضراتكم، لكن احنا بنتكلم على مباراه يوم الثلاث والاربع خصيصا علشان خاطر الناس تبقى مركزه مع مباراه الثلاث، وان احنا برنامج اسبوعي فهنتكلم على المباريات اللي تخصنا، مباراه الثلاث ومباراه الاربع. اما مباراه الكاس اكيد كان حدث مهم جدا حصل امبارح، ان برشلونه فاز على فالنسيا، وبالمناسبه طبعا ان هدف برشلونه الاول احرزه كوتينيو، ده اول هدف كوتينيو يحرزه مع برشلونه، والصدفه الغريبه ان اول هدف لكوتينيو مع ليفربول اللي صنعه ليه هو لويس سواريز، تاريخ 17 فبراير 2013 امام سوانزي سيتي، وتمر الايام ويمر السنين علشان اول هدف لكوتينيو مع برشلونه يبقى في مباراه امس في ملعب المستايا، واللي يصنع الهدف لكوتينيو هو لويس سواريز. ايضا هنتكلم على كان في مباريات في كاس فرنسا، باريس سان جيرمان قدر يفوز على سوشو، عندنا مباريات في دوري في كاس المانيا، بايرن ميونخ قدر ان هو يفوز على طبعا بيدربورغ 6 أهداف مقابل لا شيء، لكن ما فيش الجوله دي طبعا كاس ايطاليا. كاس انجلترا كان كاس الاتحاد الانجليزي ابرز المباريات، ان فريق توتنهام قدر يفوز على ملعب ويمبلي على فريق نيوبورت، وتكلمنا على اهميه المباراه ان لفريق نيوبورت مش لفريق توتنهام، وتكلمنا طبعا على العائد المادي والعائد الاعلاني، وان اللعيبه ازاي هيبقى عندهم فرصه ان هم يعرضوا نفسهم على طبعا على الانديه، وان هم يبقوا موجودين في حقوق تلفزيونيه وفي مبالغ تدفع للانديه الصغيره. لكن اكيد يعني هيبقى معانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله احداث كتيره، كواليس كتيره، هنتكلم بقى على الشامبيونز ليج وعلى المباريات اللي قادمه، هنتكلم على الدوريات، ما لحقناش ناخد طبعا مع حضراتكم الاهداف الاسبوع ده، لكن ان شاء الله هناخدها الاسبوع القادم. فضلنا ان احنا نكون معانا المدخلات والاحصائيات والارقام اللي بتخص كل مشاهدي ومتابعي الكره العالميه في كل مكان، ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعرض الاهداف، لكن عرضنا التوب 10 احسن 10 اهداف، واعتقد ان هم ممكن يكونوا يعني الى حد ما راضيين حضراتكم ويعوضوكم على عدم ظهور اهداف الدوريات. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمحترفينا المصريين في الخارج في اوروبا وفي الدوريات الخليجيه، ان شاء الله نبقى موجودين مع حضراتكم يوم الجمعه القادم ان شاء الله على قناه الاهلي برنامج وورلد سوكر زي ما حضراتكم متعودين، الكواليس والحصريات والاخبار والاخبار المحترفين والمدخلات، معانا مدخلات من نجوم كبار جدا وصحفيين على اعلى مستوى، يعني نتمنى ان شاء الله ان الحلقه دي تكون نالت اعجاب حضراتكم. بشكر كل القائمين على العمل، كل الناس اللي موجوده في قناه الاهلي اللي قدرت تخرج الحلقه بالشكل ده، بشكر طبعا استاذ شادي مخرج البرنامج، الاستاذ محسن لملوم رئيس التحرير، ومحمد كمال مرتضى كفريق العمل، بشكر كل المشاهدين اللي استحملونا لمده 2 ساعة واتفرجوا علينا، يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم، نشوفكم في حلقه جديده في الاسبوع اللي جاي، وولد سكر اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.